في فصل جديد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى وقع العصيان الذي أعلنه قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريكوجين ضد القيادة العسكرية لبلاده، حذرت الخارجية الروسية الدول الغربية من استخدام التمرد لتحقيق أهدافها المعادية، فيما تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بسحق هذا التمرد. وتوالت ردود الفعل على تسارع الأحداث في روسيا، إذ اعتبر الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي ما حدث ضعف روسي وعدم استقرار سياسي فيها، مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين. في المقابل أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداده لمساعدة بوتين في إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وفي أقرب وقت. أما واشنطن فأعلنت تنسيقها عن كثب مع حلفائها فيما يخص أزمة روسيا. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعتها أوضاع الأردنيين المقيمين في روسيا، وذلك عبر مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو. الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي أكد لرؤيا أن السفارة في موسكو تتواصل مع الأردنيين هناك لمتابعة أخبارهم، وأنه لم يردها أي ملحوظة حول مخاطر أو عقبات واجهتهم حتى اللحظة. ودعا المجال الأردنيين المقيمين في روسيا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك والاتصال مع السفارة الأردنية لطلب المساعدة عند الحاجة. ووسط مخاوف من انزلاق البلاد صوب حرب أهلية، اتخذت القيادة السياسية والعسكرية لروسيا الاتحادية إجراءات أمنية مشددة ردا على تهديدات قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريكوجين بعد أن فك تحالفه مع موسكو. وبذلك يتمثل أخطر تحد حتى الآن لحكم الرئيس بوتين، ويمهد لأخطر أزمة أمنية منذ توليه السلطة في أواخر عام 1999. دخلت الحرب الروسية الأوكرانية منعطفاً خطيراً قد يغير قواعد الاشتباك المستعر منذ 18 شهراً، فها هو يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الدائرة في فلك روسيا، يعلن حالة العصيان بنبرة هجومية تحمل اتهامات للكريملين وتستبطن نذر انقلاب على حليفه التقليدي. لحظة مفصلية لما بعدها تلقي بظلالها على سير معارك ما يصفها الروس بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ولأول مرة في نحو ربع قرن من الحكم يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمرداً في عاصمة الجنوب الروسي روستوف، معقل القيادة التي تدير العمليات العسكرية في أوكرانيا. إذن روسيا تقف أمام أكبر تحد وأخطر أزمة أمنية يرى فيها مراقبون انقلاباً قد يدفع البلاد المشتبكة على جبهة أوكرانيا إلى حرب أهلية داخلية. الرئيس الروسي لم ينتظر طويلاً، فها هو يصف اتهامات القائد العسكري المكنى بطباخ بوتين بأنها تمرد مسلح، ويصمه بالخيانة للوطن وطعنة في الظهر، وينذر الرئيس القوي برد قاس وصارم قريب. ودخل الكريملين على خط الأزمة على الفور وسط عسكرة المفاصل الحيوية في العاصمة والمدن الكبرى ومنع التظاهرات والتجمهر. بالتوازي أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية رفع قضية جنائية ضد قائد فاغنر بعد دعوته إلى التمرد المسلح وتهديده بالتوجه للعاصمة. ومنذ أشهر يخوض بريغوجين صراعاً على السلطة مع قيادة الجيش الروسي التي اتهمها بقتل عناصر من مجموعاته المسلحة في شرق أوكرانيا، ولم يكتفي بذلك بل نزع إلى التشكيك في النيات وراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان. أهلا بك أستاذ نبيل. إذن فاغنر قلبت قواعد اللعبة، لكن المشهد الآن غير واضح. بالبداية كان هناك دعوة إلى تمرد مسلح، وعيد وتهديد بأن رئيسا جديدا سيكون لروسيا قريبا، وأنباء عن عبور قوات فاغنر الحدود الأوكرانية بطريقها إلى روسيا. لكن قبل قليل خرجت أنباء تفيد بتراجع يفغيني بريكوجين عبر إعلانه أنه لا يطالب بتغيير بوتين. ما الذي يحدث برأيك؟ أنا أعتقد بصراحة ما يحدث هو صراع على السلطة. هذا الرجل الذي من 2014 وهو يخوض معارك بتكليف من السلطة المركزية في موسكو أصبح أكبر من الشركة التي يديرها، يريد أن يصبح زعيما سياسيا، يريد أن يصبح شريكا بالسلطة. لذلك هو تمرد على هذه السلطة ورفع شعار تحرير الشعب الروسي. أنا بعتقد أنه اليوم السلطة في موسكو أصبحت تواجه يعني تحدي للسلطة أكبر من التحدي التي أوجدتها الحرب الروسية الأوكرانية. يعني الحرب الروسية الأوكرانية تدور على أراضي بالأصل هي أراضي أوكرانية ضمتها روسيا، لكن اليوم التمرد العسكري هو موجود على الأراضي الروسية وعلى روستوف، وهذه المنطقة بعيدة عن موسكو بحدود 550 كيلومتر. لذلك المنطقة ليست بعيدة كثيرا. إذا علمنا أن قوات فاغنر لديها 25,000 مقاتل، لديها دبابات، لديها طائرات، لديها شبكة اتصالات عسكرية، لديها يعني كل أدوات الرد، لكن أنا لا أعتقد أن هذا العصيان المسلح له فرصة في النجاح، أي فرص نجاح. لماذا سيدي؟ لماذا؟ جدا، لأن لا يوجد هناك مقارنة بين قدرة الجيش الروسي وبين قدرة شركة فاغنر. يعني 25,000 عسكري يواجهون الجيش الروسي اللي هو جيش من ثاني أقوى جيش بالعالم، لذلك لا فرصة للنجاح. لكن أنا بعتقد أن السلطة في موسكو لا تريد أن تواجه قوات فاغنر بالنار. هم منذ يعني 24 ساعة أعتقد أنهم يفكرون بطريقة كيف يمكن الوصول إلى يفغيني بريغوجين، بأي طريقة أن ينزل، أن يكون هناك إنزال عسكري عليه، قتله أو تحريض القادة الذين حوله. لذلك كل ما يصدر عن موسكو حتى الآن هو يفرق بين قيادة فاغنر التي تمردت والتي خانت، وبين مقاتلي شركة فاغنر والتي تطالبهم موسكو بالتمرد على بريغوجين وقادة شركة نعم. فاغنر. لكن سيدي عذرا على المقاطعة، فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، نحن نعلم أن مجموعة فاغنر لها دور كبير ومحوري في الاقتتال على الأرض. برأيك هل ستتغير قواعد اللعبة الحرب التي تدور في أوكرانيا اليوم؟ نعم أنا أعتقد أن هذا الخطر اليوم خطر كبير، لأن هذه اليوم ما يجري اليوم بين فاغنر وبين سلطة موسكو هو فرصة لأوكرانيا ولحلف الناتو وللغرب عموما من أجل تشديد الخناق على القوات الروسية. لكن اليوم ما يجري هو خطير على السلطة، لأنه صراع على السلطة في داخل الأراضي الروسية. لكن أنا بتقديري أن الروس لا يريدون أن يخوضوا معارك مباشرة الآن مع شركة فاغنر ويفغيني بريغوجين، لأنه هم لديهم أمل لا مجال للتفاهم بينهم. أنا هذا مستحيل أن يتم التفاهم وأن يتم دمجهم بالجيش الروسي
إذا افترضنا أنهم ميليشيا مثلهم مثلا مثل القوات في شو اسمه في السودان، لا هذه هذول هم أغلبهم مساجين جنائيين مرتزقة. نعم ومرتزقة، ولا يمكن أن يقبل الجيش الروسي بأن يكون لديهم. وأنا بعتقد لكن سيدي عذرا على المقاطعة، لكننا لا نختلف أن هذا سيؤثر على سير المعارك في أوكرانيا، وبالتالي هذا يقودني إلى السؤال التالي، يعني هل تقرأ أصابع لواشنطن أصابع لكييف بهذا التمرد؟ قد لا يكون هناك أصابع مباشرة الآن، لكن منذ اللحظة التي انطلق فيها التمرد أصبح هناك مصلحة مرتبطة مع المصلحة الأوكرانية والمصلحة الأمريكية الغربية. صحيح. لذلك أنا لا أعتقد أنه أن الأمريكان سيتركوا مثل هذه الفرصة. وإذا تذكري قبل أسبوعين كان هناك تسريب بعض الوثائق الأمريكية وقالت أن بروغوجين اتصل مع الأمريكان وطلب منهم أن يقايضهم بخريطة تواجد القوات صحيح. الروسية في مناطق القريبة من باخموت من أجل أن يسلموا باخموت، وهذا يبدو أنه هذا الكلام كان صحيح. لكن اليوم الصدام المسلح، أنا لا أعتقد أن روسيا تستعجل في الصدام المسلح، وإذا راحوا على الصدام المسلح كلما ابتعد فاغنر ابتعدت عن المدن، إذا طلعت عن فارونج وطلعت عن روستوف وبدأت تأخذ بالطريق إلى موسكو، أنا بعتقد هناك ستتحول هذه الطريق إلى مقبرة لهم، لأن الجيش الروسي لن يسمح لهم بالتقدم أكثر من ذلك. نعم سيدي بعجالة، نعم أو لا، هل تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على تخطي هذه الأزمة الأمنية السياسية؟ نعم أنا أعتقد أنه قادر، لأنه اليوم هو معه الجيش، معه الأجهزة الأمنية كافلة، وأيضا معه خلينا نقول استطلاعات الرأي قاعدة بتعطي. نعم أشكرك سيدي. 70% ثقة الروس. نعم شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى محلياتنا، حيث يشهد معبر العمري على الحدود الأردنية السعودية منذ صباح اليوم انسيابية في الحركة بعد شكاوى قادمين عبره من بطء شديد في حركة المرور وفي إنجاز معاملات الدخول أمس الجمعة. مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاء زار مركز حدود العمري للاطلاع على سير العمل، فيما أكد مراسل رؤيا تنفيذ الإجراءات بيسر وعبر 44 ألف زائر خلال الساعات 36 الماضية. وكان مسافرون وثقوا أمس ازدحاما على الحدود في مقاطع فيديو ناشدوا خلالها السلطات المعنية بضرورة إنجاز معاملات دخولهم بسرعة. وعادة ما يشهد هذا الوقت من السنة تدفق مغتربين أردنيين بالتزامن مع عطلة العيد، الأمر الذي يسبب ازدحاما على المعابر الحدودية بخاصة الجنوبية بوابة السعودية وسائر دول الخليج، حيث يعمل قرابة 500,000 مغترب أردني. ما حصل في اليومين الأخيرين أخي الكريم بسبب قرب عطلة عيد الأضحى المبارك وانتهاء الفصل الدراسي في دول الجوار، حصل هناك تزايد في الأعداد في هذا المركز. الحمد لله رب العالمين، تم تطبيق الخطط المعدة مسبقا من قبل إدارة المركز، وتم تنفيذ خطة الطوارئ باقتدار. الإجراءات سهلة، ما توقعنا ما شاء الله الانسيابية وسرعة الحركة في تخليص الأوراق والتفتيش، والله يعافيكم على الجهد الجبار اللي تسوونه. حسب ما شفنا كنا كثير خايفين وقلنا راح نتأخر، بس فعلا ما أخذت معي الموضوع كله 5 دقائق من الجوازات للجمارك للتفتيش لكل شيء تمام الحمد لله رب العالمين. أنا جاي من الرياض، يعني كمان في السابق ما كان يعني زحمة ولا عمره شعرنا في مشاكل أو هيك. سمعنا مبارح كان في ضغط على الحدود، ولما جينا ما في شيء، الأمور تمام وخدمة والأمر مريح جدا يعني.
تلفريك عجلون سيتوقف عن العمل في يوم عرفة باعتباره يوم عطلة رسمية، وسيستأنف عمله طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. هذا ما قالته المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري، مبينة أن العمل يجري على تطوير وتجهيز الموقع لاستقبال التدفق الكبير من الزائرين وفقا للتوقعات خلال عيد الأضحى. وتشير الأرقام إلى أن التلفريك استقبل خلال أول أسبوع من افتتاحه أكثر من 10,000 زائر، ويتوقع خلال أشهر الانتهاء من أعمال إنشاء مطاعم ومقاه ومرافق للتلفريك. في الكرك شهد قسم القسطرة وجراحة القلب في المستشفى الحكومي إجراء 400 عملية منذ بداية هذا العام وحتى مطلع أيار، ليتخطى عددها في مجمل العام الماضي، وكل ذلك بعد تعزيز كادر المستشفى لإجراء العمليات على مدار الأسبوع بدلا من يومين فقط. بعد أن ظل هاجسا مقلقا للعديد من مرضى القلب وأهاليهم، بدأ مستشفى الكرك الحكومي عمله في قسم قسطرة القلب على مدار الأسبوع بعد 3 سنوات على تدشينه. توفر الخطة الجديدة والتي انطوت على زيادة الأخصائيين والكوادر الطبية والفنية بحسب المراجعين الكثير من الوقت والجهد عليهم، لكن ثمة تطلعات بتوسعة القسم وعدم التوقف عند عمليات القسطرة فقط. للأمانة يعني خدمي ورعاي اللهم صل على سيدنا محمد. للعلم أنا كنت راجع بالمدينة الطبية، عملت 3 مرات قسطرة، فيعني بالكرك اليوم وفرت علي وقت وجهد ووفرت علي شغلات كثيرة للأمانة. أنا أتأمل يعني من وزير الصحة، من المسؤولين، حتى من رئيس الوزراء، حتى من المسؤولين الكبار، إنه مستشفى الكرك هذا يتطور إلى قسم كبير للقلب، مش عملية قصر وبس، حتى أطباء تعاقدات هذول إحنا ما بنستغنى عنهم، بس بدنا أطباء اختصاص مقيمين، يعني قسم خاص للقلب. ما يزيد عن 400 عملية قسطرة للقلب أجريت بالقسم الوحيد في إقليم الجنوب منذ بداية العام الحالي وحتى الأول من أيار، فيما كانت حصيلة العمليات التي أجريت في السنة الأولى من تدشينه قبل 3 سنوات 187 عملية. تم افتتاح قسم القسطرة في مستشفى الكرك الحكومي في 1 حزيران من عام 2019، وتم البدء بالعمليات ب 23 حزيران من نفس العام 2019، ووصلت الإحصائية العمليات إلى 187 حالة. في عام 2020 ارتفعت إلى 377 حالة، ثم في عام 21 و22 ارتفعت إلى 380 حالة. في بداية عام 2023 ارتأت وزارة الصحة وبتوجيهات من معالي الوزير الدكتور فراس الهواري بأن تغطي جميع أيام الأسبوع في مستشفى الكرك الحكومي لخدمة جميع محافظات الجنوب والأغوار، كون مستشفى الكرك الحكومي أصبح مستشفى تحويلي بعد توقيع اتفاقية مع جامعة مؤته. فوصلت لله الحمد الإحصائية إلى 435 حالة لغاية 1/5/2023، يعني بدل هذا الشيء أن العمليات في نص الفترة ارتفعت أكثر من الأعوام السابقة. ظل القسم إلى جانب عيادات القلب التي يراجعها نحو 250 مريضا شهريا في إقليم الجنوب يعمل على مدار يومين فقط في الأسبوع، لكنه ومنذ بداية العام الحالي لم تتوقف العمليات عن مواعيدها طوال أيام الأسبوع، وذلك يعود بحسب وزارة الصحة إلى عدد من الاتفاقيات التي أبرمت مع جامعة مؤتة والخدمات الطبية لإسناد الكوادر الطبية والفنية. من محافظة الكرك، أسامة القضاء، رؤيا.